So hello everyone, welcome to Griffin Leadership Expert Webinar Series. بعد في كذا شخص حينضموا لنا بس بهالوقت إذا فيكم تكتبوا بالشات بوكس تبعكم إذا عم تسمعوني بطريقة واضحة بيكون هذا الشيء كثير منيح تنتأكد إنه عم تسمعوا بطريقة واضحة. أوكي. تعرفكم عن حالي يلي لأول مرة بيكون عم بيكون معنا اليوم. أنا شفيق داود، أنا الفاوندر تبع Griffin Leadership. أنا كمان US State Alumni لبروجرام اسمه Leaders for Democracy Fellowship Program. كمان أنا Business Developer عندي Background Engineering. نحن كتير سعيدين اليوم we're thrilled to have our expert webinar speaker اللي هي لما حمدون. لعرفكم شوية هيك بريفينج عن لما. لما هي مختصة بعلم النفس العيادة، عندها الكلاينتس تبعها هن للصغار وللكبار. كمان شيز انستراكتور بجامعة الجنان بصيدا. شيز ا فاوندر اوف ذا منتل هيلث كلينك، كمان موجودة بصيدا. هي متخرجة من الاي يو بي، وكمان رح تكون عم تشرح لنا حتى بحديثها عن شيء انا ما كنت بعرفه ابدا ولا سمعت فيه اللي هو كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. لما ثانك يو فور بينج وذ اس. اليوم رح نكون عم تحكي لما مثل ما كلكم بتعرفوا عن هاو تو كوب وذ بودي ايمج ديستربنس ايتينج ديزوردرز اند ايموشنال ايتينج دورينج كارنت تايم، الوقت اللي احنا عم نعاني منه هلا بالقعده بالبيت والصعوبات اللي عم نعاني منها عم تاثر كثير على نفسيتنا وعلى طريقه اكلنا وعلى طريقه كيف احنا عم نتقبل شكلنا وجسمنا. مره ثانيه لما ثانك يو فور بينج وذ اس والكلام لك. Hi, thank you for this introduction. Thank you all for attending. So, as you said, I'm a clinical psychologist. واليوم رح نحكي عن الـ eating disorders، رح نحكي عن الـ emotional eating، ورح نحكي عن الـ body image disturbances، وكيف they are all related together، وكيف they are related to the COVID-19 crisis that we're going through، اللي عم نمرق فيها الأزمة هلا. So لخبركم شغلة، رح نحكي كمان عن الـ CBT Cognitive Behavioral Therapy اللي هي تكنيك that we use نحن نستعملها بالثيرابي لعلاج، يعني تكنيك علاج نفسي. رح نحكي في at the end أكتر وعرفكم عليها، لأنه هيدي رح نشوف كيف بتتناسب مع الأشخاص اللي ممكن يكون عندهم Eating Disorders. Anyway لنبلش. شو يعني Emotional Eating؟ emotional eating هو لما الإنسان ببلش يأكل لأكل بس لأنه هو تبس أو هو مزعوج أو مرتاح، فبيروح وبيفتش الكومفورت أو بيفتش عرح بالأكل. So هيك لازم نفرق بين شغلتين، بين الإيموشنال هنجر والفيزيكال هنجر. يعني بدنا نفرق بين كل شيء له علاقة بأنه أنا هلأ إذا بدكم الجوع العاطفي هذا اللي عم بمرق فيه، أو لا أنا جسمي جوعان معدتي بدي أكل. هيدا في two separate things. usually اللي بيصير إنه الأشخاص ما بيقدروا يفرقوا بين هول الاثنين. أوقات بيكون الشخص عن جد جوعان معدته يعني he needs food, he needs to eat لأنه his physical well-being needs that. sometimes اللي بيصير إنه هيدا الجوع بيكون هو manifestation أو هيدا الشيء عم بيفرجينا إنه شخص جوعان، بس هي بالحقيقة هو بيكون عنده مشكلة عاطفية هي اللي بتعطيه هيدا الإحساس بالجوع. شو أسباب هيدا الموضوع وليش هيك بصير وشو خصه بالكورونا أو بالكرايسس اللي عم نمرق فيها هلأ، كل هيدول we will discuss. So I will share with you a presentation فيها شوية معلومات just for you to keep track of what I'm talking about. Okay. I think what حقدمكم. Yes. Confirmed. Okay, perfect. So let's start.
So, مثل ما قلت وقت منحكي عن emotional eating منكون عم نحكي عن انه نلاقي راحة بالأكل معين. So, اللي بصير انه نحنا بناكل حتى لو نحنا مش جوعانين بكون نحنا we are filled معبيين الستومك بس نحنا شو بصير معنا؟ بصير انه نحنا بعدنا حاسين حالنا جوعانين وبعد بدنا ناكل لو نحنا فعليا جسمنا مش بحاجة للأكل. هيدا emotional eating. أوقات كتير بيكون أو معظم الوقت بيكون له علاقة بالجنك فود، يعني منجرب نحنا ناكل ما بناكل اشياء صحية وقتا منكون عم ناكل بالemotional eating. most of the time منكون عم نفتش على السويتس، على البونبون، على الشوكولا، على الجنك فود. هولي الأمور اللي بتريحنا في مكان، حتى الآيس كريم. ما بعرف إذا في بعد أفكار تبعتولنا أنه شو في your own إذا بتكون comfort food بنسميه، يعني في شيء أفكار غير هيدول أنه أنتوا بتحسوا أنه بيريحكم، بليز بعتولنا على الشات. بركة أنت بتقرأ لنا إياهن إذا حدا بعت what is his comfort food. So please فكروا ب your own comfort food وبعتوهن. So أنا my comfort food is chocolate. I'm very aware of that. كتير بعرف أنه وقتها بكون مزعوجة بأكل كتير شوكولا. هيتا نشوف شو في عنا. أنا كمان. أوكي، في حدا بعت شيء؟ عم يبعتوا I think. إذا لك أنت تقرأ لنا إياه. لاريسا chips and salty nuts. كمان سندي بتقل نفس الشيء. popcorn كمان. كل شيء مالح. chips also ماريز. أهل chips food. والله كتير الناس بحبوا الموالح. أنا تفكر مثلي أنا بحبوا السكر أكتر أو الشوكولات أكتر. أنا كمان actually yes في ناس بحبوا الموالح بس هو عادة most of the people بحبوا السكر. ولا ما شو هو؟ تي الشاي. اوكي حدا هيلثي عن جد سويت. against all odds that's good for him or her. ما بعرف مين اللي بعد. So تنكفي مثل ما شفتوا كل حدا تقريبا عنده his own comfort food بس بدنا نكون نحن aware of when we are doing an emotional eating pattern rather than eating for physical hunger. كيف منقدر نفرق بيناتهم؟ دايما ننتبه انه وقتا يكون في emotional eating منحس بالguilt afterwards، منحس بالذنب من بعد ما ناكل ونخلص، منحس حالنا أذنبنا، منحس انه اوكي انا ليه عملت هيك، ليش اكلت هالقد. بحس على حاله الواحد انه هو اكل زياده عن اللزوم. سو امتى بحس على حاله؟ وقتها بيكون اكل زياده عن اللزوم بتكتها بلحظتها. بس في ناس كتير they practice emotional eating وما بيكون معهم خبر. ليش؟ لانه بتصير تدريجيا، يعني خلال النهار شوكولا من هون، تشيبس من هون، مخلوطة من هون، ما بعرف كل شوي بيكون في شيء همبرجر جنك فود، ما بعرف يعني كل شوي بيكون في شيء during the day. في ناس هيك الباترن تبعهم ما بيكتروا الأكل بتكتها كتير بس regularly throughout the day بيكونوا عم يأكلوا مش منتبهين على حالهم. وفي أشخاص لا بلحظتها they practice something لدرجة اسمه binge eating رح نحكي عنه، اللي هو الأكل الزايد بلحظتها زيادة عن ما معدتنا بتقدر تتحمل، أوكي زيادة عن قدرة جسمنا. So it's important نفهم أنه نحن وقتها منفوت بالcomfort food أو بهيدي الpattern of eating بصير في عنا negative emotions زيادة. يعني في certain cycle that we go through we're gonna discuss it. هيدا cycle بيزيد لنا negative feelings ما بيخفف لنا negative feelings on the long run. لأنه we have to be realistic. اليوم إذا أنا عندي مشكلة بحياتي وأنا أكلت أكل كتير أو قليل، يعني الأكل مش هو الحال ومش هو اللي رح يحل لي مشكلتي. The problem will always be there. The emotional issue will not just go away. It's just like مثل كأنه واحد كيف كأنه واحد عم ياخد drugs في مكان ما، إنه drugs is not a solution بس مثل عم يعمل numbing أو عم بحاول يسكت وجع معي عنده إياه وبعدين بده يرجع الوجع يبين. So this is why it's important إنه نحنا نكون منتبهين إنه when we do emotional eating we are just numbing. عم نحاول مثل نخبي مشكلة معينة جواتنا emotional عنا إياها نفسية أو مشكلة إذا بتكون عاطفية معينة موجودة جواتنا. بس هيدا الموضوع
ما بيحل المشكلة. هلا after this introduction, I would like each one of you to ask himself the following questions. رح ترجم بالعربي كمان in case حدا بينزعج من الانجليش. Do you eat more when you're feeling stressed? يعني هيدي هيدول أسئلة لنعرف if you are an emotional eater or not. وبليز وقت تخلصوا if you feel comfortable بعتولنا على chat did you discover أو عرفتوا إنه أنتوا you are emotional eaters. So هول is the answer to them is yes to most of them or even minimum 4 or 3 so you have the emotional eating pattern بيكون موجود في مكان ما. So first question, do you eat more when you're feeling stressed? تاكل اكثر وقت تكون stressed. Do you eat when you're not hungry or when you're full? بتاكل حتى لو كنت انت شبعان بتاكل حتى لو مش جوعان تاكل. Do you eat to feel better? So بتاكل تتريح حالك, to calm yourself, وتكون زعلان وتكون زهقان, كل هيدول. Do you reward yourself with food? يعني انت وقت بتعمل شغلة منيحة بحياتك بتروح بتقول يلا ما زلني انا تعبت واشتغلت وعملت شيء كتير حلو اليوم يلا بيطلع لي اكل كذا او كذا, بيطلع لي اكل شوكولا, بيطلع لي اكل junk food. كمان do you regularly eat until you've stuffed yourself? يعني بتاكل لدرجة انه بتصير full وزيادة عن اللزوم, يعني معتك ما بقى تتقبل قديش انت عم تاكل. Does food make you feel safe? Do you feel like the food is your friend? تحس انه الاكل كأنه رفيقك او كأنه بيحسسك بالامان. Do you feel powerless or out of control around food? تحس حالك انه انت ما عندك قدرة انك تسيطر على حالك وقت تبلش اكل ما قادر تسيطر او وقت تمنع حالك على الاكل ما بتقدر. So من بعد هيدا الـ very tiny screening في حدا حس انه هو عنده emotional eating pattern اذا بيحب to share؟ بلش بنفسي انا اكيد ايه كتير لدرجة يعني بيرجع في ساندي كاتبة I reward myself with food indeed. Not necessarily with a full meal, but I usually treat myself with a snack when I accomplish yes. a task or so. I had كمان. وفي حدا تاني كمان حس حاله إنه عنده emotional eating pattern. Okay. في حدا بده يحكي شيء بس خلينا نسأل إذا حدا بده يحكي شيء يفتح الميكروفون يحكي ما في مشكل. Yes, sure. أنا كان بدي أزيد شغلة هيك إنه I think هيك we reward ourselves with food or حتى with drinks sometimes when we feel إنه it's a way to كمان هيك network and communicate. يعني وقت ما خصص وقت للقهوة مثلا يكون مقدس regardless of إذا بدي أكل هالسناك ولا لا, بس we do make the time for it because we feel it's essential, it's part of our you know being of the day. So ما بعرف if this is also very okay, thank you for your input. رح نحكي عن هذا الموضوع. عهد بتقول شيء كمان بس خلينا نقول يقولون هيك بتعلق فرد مرة. عهد. هاي أهلا. عم تسمعوني؟ Yes. اوكي انا قبل 19 اكتوبر كنت هيك يعني باكل كل شيء باي احساس بيكون عندي سواء كنت سعيده او تعيسه باكل. 19 اكتوبر عملت كيف جاستريك قصيت معدتي لحتى ما اكل, بس للاسف هلا بعد 6 شهور عم ارجع لنفس العاده. يعني عندي نهم كبير للاكل رغم انه معدتي صارت كتير صغيره, يعني هالشيء عم يزعجني عن جد. بس انا صرت نقصت شيء 30 كيلو من 6 شهور لهلا. هلا ما عم ارجع انصح بس عم اكل كمان, يعني لما اكون زعلانه باكل, لما خلص قالوا علاقه بالثوره بلبنان عن لا له علاقة بأنه لبنان سكرت ما عاد فيني زوره فلهيك حسيتي ملخبطة. عهد من تونس. So رح نحكي عهد عن هيدا الموضوع كمان رح هلأ throughout the presentation والسيشن هتشوف انت انه يمكن في طرق لازم تستعمليها لحتى تخفف هيدا النيد اللي عندك الحاجة انك انت تاكلي, لانه it seems من حديثك انه يمكن تكون emotional eating يعني pattern عندك ياه. فهلأ منكفي ومنشوف كيف فينا نكتشف اكتر واكتر من شو جاي هيدا الموضوع.
So, أنا رح كفي common causes شو السبب؟ هلا ممكن يكون الزهق خصوصي هلا بالكوفيد 19 issue ممكن يكون الأشخاص عم تزهق وعم بيحسوا بالشعور إنه هن من جوا فاضيين وبدهم يعبوا حالهم من جوا ليرتاحوا وهيدا اللي بيصير بيستعملوا الأكل لأنه كمان ما بيكون عندهم a lot of activities ما عندهم نشاطات يعملوها ممكن يكون في نوع من الزهق لأنه هو الشخص مش مسلح حاله كمان so هيدي كتير مهم إنه ننتبه لها something else is انه بيكون في عنا emotions ومشاعر مثل الغضب مثل الخوف مثل الزعل مثل الـ 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 هيك الانسان اللي عنده anxiety او عنده قلق so بيصير ياكل حتى اذا بدكم يعمل numbing لنفسه او حتى يشغل حاله بالاكل تما يحس الشعور اللي عم بحسه اللي ممكن يكون زعجه كمان ستريس أكيد وقت يكون في ستريس كتير حوالينا وقت نكون ما قادرين نسيطر على الأمور اللي عم بتصير حوالينا في مكان ما ممكن نعمل ردة فعل من خلال أكلنا إنه أنا حر بأكل اللي بدي إياه بعمل اللي بدي إياه من هيدي المنطلق بصير في كنترول على الأكل يا بيكون الكنترول إنه أنا بدي أكل قد ما بدي وبدي أكل كتير يا منشوف بعد شوي حنحكي عن الـ eating disorders that we develop بصير عنا اضطراب بالأكل وهيدا الاضطراب سببه إنه أنا في مكان ما بدي أعمل كنترول ما قادر أعمل كنترول على الأشياء اللي حواليه سو اللي بعمله أنه بعمل كنترول على أكلي بصير خفف أكلي بصير ما بقى بدي أكل مثل قبل بتحكم بأكلي هذا الموضوع كتير منشوفه كمان مش بس عند الأدلتس كمان كتير في هاي بريفالنس عند الأدوليسنس والمراهقين وخصوصي رح نحكي دور الميديا بهذا الموضوع قديش عم بيأثر سلبا كمان على الأشخاص وعلى موضوع الـ eating disorders كمان في شغلة بتكون تنتبهولها وتسألوا حالكم هلأ انتو عندكم childhood habit العلاقة بالأكل يعني انتو وصغار كان بيكن أو أمكن وقت تكونوا شاطرين بالمدرسة أو تكونوا عملتوا شيء حلو يعطوكم reward أو يقدموا لكم مثلا بونبون شوكولاكا كادو انه برافو عليك انت شاطر رح أعطيك كادو رح أعطيك الكادو هو مثلا sweets أو الكادو هو chips أو هيك شيء لأنه أنتوا هون بنفسياً بتكونوا صرتوا مبرمجين أنه أنا وقتها بعمل شيء حلو بحياتي لازم أنا to reward myself بالأكل لأنه هيك تعودت من أنا وصغير وحتى في كتير أشخاص العكس أنه إذا كانوا زعلانين بتجي أمهم بتعطيهم شوكولا أو بيون بيقولون أنه كله تتنبسطوا أو كله كوكيز لحتى لي أو تعوا let's bake بنعمل بيكينج نعمل شيء سويتس وكذا مع بعض لحتى تحسوا حالكم احسن سو هول القصص ممكن يسببوا كمان نوع من النوستالجيا او انه نحن نشتاق لايام حلوه عشناها مع اهلنا نحن وصغار كنا حاسين بالامان الاكل كان كور او كان 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 شيء اساسي بحياتنا العائليه بخلينا انه نتذكر ايامنا الحلوه او حتى طريقه تعودنا عليها لحتى نحن نتعامل مع نفسنا لانه just a small thing to mention انه نحن كثير نتعلم من كيف اهلنا تعاملوا معنا وبنصير نعامل نفسنا في مكان ما بطريقه بتشبه كيف اهلنا عملونا اوقات هيك بصير سو هيدي كمان العلاقه بالاكل في social influence اللي كانت عم تحكي عنهم حدا عمل مداخلة معنا كان عم بيقول انه ممكن يكون انه مثل اوقات انه بيكون في tea time او ممكن لحاله الشخص بس ممكن كمان socially ممكن يكون انا رايحة اظهر اوكي على ظهرة معينة انا ماني جوعانة بس انه الكل عم ياكل بصير انا كمان لازم اكل مثلا كون قاعدة بدي شوف الأشخاص روح نقعد مع بعض بنصير نقول do you want a coffee do you want tea do you want let's go eat يعني بيصير الأكل هو مشروع بحد ذاته فبيشجعنا أنه نحن إذا بدكن indirectly بنصير أنه عاملين link أنه أنا إذا بدي أعمل social life أنا بقدر أعمل my social life through food so كمان هدول الأشياء كلهم بدنا ننتبه لهم لأنه بيسببوا تعزيز emotional eating سو في عنا شيء اسمه البنش إيتينج اللي هو وقت نحنا بناكل زيادة عن اللزوم we lose control over the eating pattern منصير ناكل كتير ومنصير إنه لدرجة over عن الطبيعة سو هيدي كمان العلاقة بالإيموشنال إيتينج هلا شو سببها هيدي الأكل الزايد يعني وقت منحط أكل قدامنا ومنصير ناكل زيادة عن حاجتنا كتير أسباب
أوقات بيكون كمان السبب نفسه اللي هو بيكون إنسان عنده anxiety أو depression. معقول كمان هيدا الشيء أثر؟ يعني الأشخاص عندهم اكتئاب بنسألهم نحن واحدة من الكرايتيريا تنحدد أنه في اكتئاب أو لا، بنسأل Are you overeating or undereating؟ عم تاكل زيادة أو عم تاكل أقل؟ يعني كتير أشخاص عندهم depression بصيروا يأكلوا زيادة، وبصير نلاحظ أنه بصير في إذا بدكم weight gain أوكي مع depression كتير أشخاص، أو weight loss. هلا وقتها بيزيد وزننا كتير اوقات لما بيزيد زياده عن اللزوم لازم ننتبه، هل انا عندي اكتئاب، عندي مشاعر نيجاتيف عم تخليني اكل، شو صاير معي نفسيا؟ يعني دائما نعملوا اللينك في مكان ما بين الاكل وبين الويت تبعكم، وكمان بين المشاكل النفسيه والاكل، يعني هول دي كوم توجذر. سو لازم ننتبه لهذا الموضوع. كمان اشخاص عندهم قلق كمان دي ريزورت to food. بس بليز بدنا ننتبه لشغلة، اليوم نحنا ما منلوم الشخص اللي بياكل زيادة، كلنا منوصل لمطرح أوقات بحياتنا ومناكل زيادة ومنعمل emotional eating sometimes. بس الفكرة هي هل هيدا emotional eating اللي أنا عم بعمله هو my coping mechanism، my only and primary coping mechanism؟ يعني أنا اليوم وقتها بزعل ما عندي حل غير روح افتح البراد وآكل. طيب ليش أنا نحنا عم نحكي عن هذا الموضوع، وليش هذا الموضوع ممكن يسبب مشكلة؟ لأنه حنشوف هلا انه منفوت بسايكل vicious cycle. يعني نحن بنكون مشكلتنا شيء، تنقول انا مخانقه مع زوجي، تنقول في شخص مخانقه مع زوجها، اوكي. طيب كانت مشكلتها انه عم تتخانق مع زوجها، صارت تاكل كتير كتير كتير، صار عندها weight gain، هي ما عادت مرتاحه مع her body image، ما مرتاحه مع شكلها، هون صار عندها مشكله تانية، صار عندها مشكله ثقه بالنفس، صار عندها مشكله انه مش متقبله جسمها. يعني بلشنا نفوت من مشكله لمشكله لمشكله لمشكله، بدل ما نحل المشكلة الأساسية اللي هي مشكلها مع زوجها، الرياكشن تبعها أو ردة الفعل زادت لها المشاكل فوق بعضها. So مشان هيك we need to mention something. غالباً لأنه أنا بالكلينيك بالعيادة بيجيني كتير أشخاص. So صار لي almost يعني many years، 8-9 سنين بهذا المجال. So بالعيادة دايماً بيجي لعنا أشخاص منلاحظ أنه أوقات كتير المشكلة الأساسية أو الحدث الصعب اللي صار معهم مش هو المشكلة الكبيرة، المشكلة الكبيرة بتصير وبتخلق من وراء الرياكشن تبع الشخص، كيف هو عم يعمل ردة فعل على المشكلة. أوقات كتير الأشخاص بيختاروا يعني بدون قصدهم انه يعملوا ردة فعل سلبية تجاه نفسهم. في ناس بيصيروا to destroy themselves okay instead of solving the problem، وفي أشخاص بيفوتوا ب patterns that are not healthy و coping mechanisms that are not healthy. يعني بيصيروا يتصرفوا تصرفات منا صحية، ما بتساعد لهم نفسيتهم وما بتطلعهم من المشكلة، بالعكس بتفوتهم بمشاكل أكبر. مشان هيك بدي أطلب من كل اللي عم يشوفوني هلا انه دايما 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 حاولوا to take responsibility of your reactions. صار معكم شيء كتير بشع، كلنا بصير معنا اشياء بشعة، بدنا نحاول قدر المستطاع انه ردة فعلنا ما تأذينا إلنا كأشخاص، بالعكس نحاول نعمل ردة فعل تساعد الوضع وتساعدنا كأشخاص. So this is a side note. So كمان سبب للبنج eating هو body image issues. لما انا بكون عم بعمل دايت كتير، بدي قلكن انه انا مش من محبذين الدايت، انا من محبذين الاشخاص اللي بيعملوا healthy eating pattern، وفي فرق كتير كبير بيناتهم. اليوم الدايت، انا باي دايت اي مين الناس اللي بيعملوا restriction of food، بيقرروا انه انا ما بقى بدي اكل لليوم ولا بكرة، انجأ بدي اكل شوية لبنة مع شوية توست وهيدا هو، وانا هلأ عم بعمل دايت. بس ما هيدا الدايت اذا بتفوتوا فيه علميا بتلاحظوا انه الاشخاص اللي بيعملوا دايت very strict diet اوقات كتير بيرجعوا to gain their اكتر يعني weight من قبل. ليش؟ هيدي اسباب علمية فيكن to google it. بس اللي عم جرب اقوله انا انه اليوم الدايت هو prerequisite او هو سبب من اسباب الاشخاص اللي بصير عندهم eating disorders. يعني هي بتبلش اوقات كتير eating disorders او الاضطرابات بالاكل اللي حنتعرف عليهم بعد شوي، اوقات سببهم بيكون انه بلش من الدايت. الدايت ممكن يأذي الانسان نفسيا وممكن يأذي جسديا، مشان هيك بدي اطلب منكم to keep a healthy body. الhealthy body بيصير through healthy eating
patterns. بدنا نفتش على كيف نكون صحيين بأكلنا ونأكل الوجبات اللي نحنا بحاجة لها. لأنه هلأ حنشوف إنه كتير أوقات الإيموشنال إيتينج بيكون سببه كمان إنه نحنا ما عم نأكل وقعات مثل ما لازم. يعني بضل جسمنا جوعان ومزعوج physically و emotionally بنصير مزعوجين. So it's important انه نحنا نتابع اكلنا بطريقة منظمة وبطريقة healthy. وكمان one of the problems اللي بيأدوا ل emotional eating هن الاشخاص اللي عندهم impulsive personality. كتير بيبقوا هن مندفعين impulsive بطبيعتهم. بنفس الوقت هن هول الاشخاص اللي بصير عندهم ممكن يصير عندهم مشاكل مثلا مثل ال gambling او drug use. كمان بفوتوا بال emotional eating اللي عندهم impulsive personalities. So كمان كتير مهم انه ننتبه للانتوراج تبعنا. كتير مهم انه ننتبه للاشخاص اللي نحن عايشين معهم لعائلتنا كيف بيفكروا عن الاكل. في كتير اشخاص عايشين بعيال هن من الكلتشر تبعهم او العائلة هيك بتعبر عن حالة انه عندهم الاكل هو الكومفورت. من هن وصغار بيربونا على هذه الطريقة وبيتعودوا على هذه الطريقة. So it's important دايما نعمل monitoring ونحاول نشوف انه طيب هل انا عائلتي انتوراج الناس اللي حوالي عندهم pattern مع الأكل emotional eating pattern أو عندهم eating disorders أو عندهم أي مشاكل إلا علاقة بالأكل وعم بتأثر علي وعلى نفسيتي. هذه كمان we need to ask ourselves this question. So شو سببها كمان؟ كمان أنه نحنا لازم to reach for emotional support. في كتير أشخاص ما بيحبوا يقربوا ويطلبوا مساعدة نفسية وما بيحبوا يطلبوا مساعدة الأشخاص اللي حواليهم إذا عم يمرقوا بمشكلة. أنا بدي أقولكم أنه لا أطلبوا المساعدة من الأشخاص الصح. لأنه اليوم إذا أنا ما عندي ملجأ تاني ممكن روح على البراد وأكل وأسبب لنفسي مشكلة أكبر لبعدين نفسيا أنه أنا ما أكون مرتاحة مع جسمي وما أكون مرتاحة مع حالي. So هيدول كلهم they're important to note. كمان it's important انه نفهم الفرق بين الphysical hunger والemotional hunger. هلا حنحكي عنهم اكثر. It's important to know كمان انه it affects both sexes. So تنيناتهم male and females بصير معهم emotional eating. بس studies بيفرجوا انه ال females او ال women بيكون عندهم emotional eating اكثر من ال men. من الرجال يعني النساء أكثر من الرجال بيصير معهم emotional eating. So كيف بنفرق بين ال physical hunger وال emotional hunger؟ ال physical hunger وقت تعرفوا إنه أنتوا هلا جوعانين أزن معدتكم جوعانة يعني مش emotional hunger. أول شيء بتصير شوي شوي بينما ال emotional hunger بتصير فجأة بتصير حالة جوعانة فجأة هيك out of the blue جوع كتير قوي. أوكي وبحاجة إني أكل. واللي بصير كمان إنه أنا بالإيموشنال هانجر إنه أنا بصير I want certain kind of food. يعني في أكل محدد ومعين هو اللي بيريحني غير أكل ما بيريحني. بينما بالفيزيكال هانجر في كتير أكل ممكن أكله وارتاح حس إنه أنا شبعت. كمان بالفيزيكال هانجر أنا بشبع وبحس إنه خلص أنا بحاجة وقف أكل. بينما بالإيموشنال هانجر بأكل 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 وبعدني ما حس حالي عم بشبع بسهولة. لازم أكل كتير لحتى أشبع بحس بشبع. بالفيزيكال هانجر ما بيكون عندكم نيجاتيف فيلينجز من بعد ما تاكلوا أو ديورينج أنتوا عم تاكلوا. بينما بالإيموشنال هانجر بصير بعد ما خلص أو أنا وعم بأكل بحس حالي أنه أنا عندي جلت وبحس حالي مش مرتاحة مع حالي. سو هولي إذا بدكم ساينز تتفرقوا أنتوا أنه طيب أنا هلأ عم باكل لاني انا مضايقه ولا انا عم باكل لاني عن جد جسمي بحاجه للاكل وانا جوعانه. واتس امبورتنت نعمل هيدا الفرق لنقدر نوقف الايموشنال ايتينج اللي عم بصير معنا. سو هيدا هو السايكل اللي بدي اياكم تو كيپ ان مايند اند سكرين شوت اف يو وونت كيپ ات وذ يو اف يو هاف ان ايموشنال ايتينج باترن. اول شيء سمثينج هابنز ذات ابسيتس يو. سو بصير معكم شيء بيزعجكم. إذا بتقعدوا مع حالكم وبتلاحظوا وبتعملوا مونيتورينج لنفسكم بتلاقوا إنه دايماً وقت يكون في هال urge to eat وأنا حاسة حالي بدي أكل كتير قبلها بيكون صاير شيء زعجكم. أو إذا مش صاير شيء فعلياً في فكرة مزعجة مرقت ببالكم وأنتم مش منتبهين لها.
So اللي بيصير انه نحن we engage in overeating, انه انا بدي اكل وبلش اكل زيادة عن اللزوم. So you eat more than you know you should. And then بتعرف حالك أو حالك أنه أنت أكلت زيادة عن اللزوم, وهون بصير عندك feelings of guilt, feelings of being powerless over food, وبنرجع لنفس الباترن منعيده وبيضلوا يعيد نفسه, بصير vicious cycle. مشان هيك if we want to break this cycle, برأيكم please تبعتوا لنا على الكومنتس بأي step من هولي لازم نحنا to intervene, وين فينا نوقفها؟ هل فينا نوقف to feel guilty؟ هل فينا نوقف إنه شيء بشع يصير معنا؟ هل فينا نوقف the urge to eat؟ هل فينا نوقف the eating patterns ذات نفسه؟ يعني بهول مين في إلنا بليز أي برأيه؟ فيك تقرأ لنا بليز بركة أنت بتساعدنا؟ يلا أكيد. At the trigger point, Vanessa. Hello, Vanessa. أنا عم بسمع. So at the trigger point, okay. Okay. مين في غير Vanessa? Okay. So Vanessa saying trigger point. Sandy. نشوف مين في بعد. Sandy. I think the intervention should happen after the urge feeling and before the action of eating. Larissa, the three step. I should ask myself. Maybe the third. Okay. Me, Camino. Okay. To answer this question, نشوف إذا في حدا بعد, and then we answer. I think this is it probably. Okay. So to answer your question, actually, نحن اليوم ما فينا نسيطر إذا في شيء صار معنا. ولبينما تتعلموا CBT, Cognitive Behavioral Therapy Techniques إذا بدكم, أو Cognitive Behavioral Approach of how to control your thoughts, okay? Probably most of us بدون هيدا التكنيك ما كتير عنا قدرة to control our thoughts. So something happens to you, well, ما فيكم to control something happened to you. والأفكار اللي بتمره نتعلم طريقة نسيطر عليها, نتعلم بالآخر طريقة, بس إنه إن شاء الله تزبط. ما بتزبط بسهولة, بس إنه نتعلمها. So هون في صعوبة to control. And second step, when you have the urge to eat. طيب إذا أنا ما قدرت أعمل control على my thoughts, أكيد حيجي عندي feelings, bad feelings, ورح أحس حالي بدي أكل لسكتهم هدول الفيلينجز. So هيدي كمان الأرج ذات نفسها, يعني الإحساس. ما فينا نتحكم كتير بالإحساس. الإحساس فينا نتحكم فيه, وأنا نتحكم بالعقل وبالفكر تبعنا وبالثوتس. حنتعلمها بالآخر. So بقى عنا مثل ما في شخص قالت, هي in between البيهيفير والأرج. ليش؟ لأنه أنا لما ببلش أكل مش هين علي أنه أنا وقف أكل. أوكي, لنكون كتير واضحين. وعم بحكي انه عنا كلنا probably مش هين انه الانسان بس يبلش اكله انه هو يوقف اكله او يوقف نفسه. صعبة. وfeeling guilty, well I told you the feeling ما فينا كتير نتحكم فيه. So it's between the urge and the behavior. So انا وقت تجيني الurge قبل ما بلش بالbehavior, هون انا I need to stop myself and think. وهلأ رح ناخد الـ strategies كيف فينا نعمل هذا الشيء. بس please keep in mind أنه كتير مهم بأي مشكلة نفسية أو أي مشكلة اضطراب معين أنه الإنسان يكون عنده skills, minimum skills, أنه يعمل self-monitoring, أنه هو يقدر يراقب نفسه ويكون هو مركز مع حاله. كمان لو في كتير ناس ما عندهم awareness إذا بتكون, أو ما بيعملوا effort ليكون عندهم awareness. important إنه نحنا دايما ما نخاف إنه نراقب حالنا شوي, إنه نحنا كل ما نراقب حالنا كل ما نقدر نساعد حالنا أفضل. So you need to learn healthier ways to deal with your emotions and your triggers. بتكون تعلموا طرق لحتى لتريحوا حالكم, وهيدي الطرق تكون صحية.
So أول شغلة بدنا نعملها إنه بدنا نعرف إنه the importance of healthy coping mechanisms. مثلاً في عنا يوغا تنقول. في كتير دراسات طلعت عن اليوغا بتفرجي إنه اليوغا مش بس بتحسن نفسيته للإنسان وبتعطيه إذا بدكم peace, a certain peace of mind. بس كمان هي preventive measure. يعني في كتير coping mechanisms إذا كانوا healthy طرق إذا نحنا استعملناهم مش بس نحنا عم نستعملهم لنحل مشكلة عنا إياه كمان نحنا هون we are preventing a problem. يعني نحنا مسبقا منكون عم نحمي حالنا من إنه يجينا مشكلة جديدة. So هي فيكن تسموها a protective factor. ليش it's important to have preventive measures in our lives؟ يوغا واحدة منهم. في كتير 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 أمور تانية لأنه كل ما نحنا كانت نفسيتنا تعبانة كل ما probability أنه نوقع بمشاكل تانية أكبر. مثل ما حكينا قبل شوي لأنه ردة الفعل إذا أنا اليوم إنسانة معصب ومش مرتاح مع حالي إذا أجا حدا يحكي معي في احتمال أكبر أنه أنا أتخانق معه. في احتمال أنه أنا أتصرف إذا أنا عندي depression وكآبة ما عندي تركيز. في احتمال أكبر عندي أنه أنا فوت بمشاكل مع الآخرين لأنه أنا ما عم ركز لأنه أنا مش كتير عم بقدر أكون معهم على السمع. So مشان هيك it's important أنه نحنا دايما يكون عندنا preventive measures إلهم علاقة بcoping mechanisms. كل ما ريحنا حالنا نحنا عملنا الأمور الطرق الصحية اللي بتريحنا كل ما نحنا في مكان ما عم نخفف على حالنا مشاكل مستقبلية ممكن نوقع فيها. So other ways is exercising. أكيد أنا هدول يمكن تحسون إنه common وإنه الكل بيحكي عنهم وكتير معروفين إنه لازم الواحد يعمل سبور. بس اليوم أنا من واجباتي ألفت النظر كسايكولوجيست لهيدا الموضوع لأنه سبور بيلعب دور كتير مهم بcertain hormones بيكونوا عنا. So هول الهورمونز بيأثروا على سلامتنا النفسية وكتير في هورمونز إلهم علاقة بالانتحار. هورمونز إلهم علاقة بزعل بالبسط يعني كل هيدول they are hormones. مثلا في الهورمون اسمه أوكسيتوسن هنده إله علاقة باللوف. So it's the love hormone إذا بدكن. يعني كتير من البيهيفير تعولنا والمشاعر تعولنا إلهم علاقة بهورمونز عنا يون جواتنا. الأكسرسايز بينمي الهورمون اللي بيكون بوزيتيف لقلنا وبيساعدنا بحياتنا وبيخفف لنا من الهورمون إذا بدكن اللي معقول يأذينا نفسيا. So always keep that in mind. هلا كل واحد عنده طريقة يعني مش رح نفوت كتير بالتفاصيل لأنه كل واحد عنده طريقته ليريح حاله. نحنا المطلوب إنه تكون الطريقة productive وadaptive للشخص مش تكون شيء بيأذي. مثلا في ناس بتحب تكتب جورنالز تريح حالها. في ناس مثلا بيعملوا المديتيشن. يوغا is one kind. فيكم تفوتوا على يوتيوب في قصص مثلا بيسموها guided meditation for anxiety and stress. في مثلا هيدا الفيديو في 4 مليون فيوز بيحاولوا to go in and try to relax. يعني مثل ما عم تشوفوا كتير ناس بحاجة انه يريحوا حالهم. ما بدنا نضلنا بمطرح انه في تابو انه عيب اذا انا عم جرب فوت وعمل مديتيشن وريح حالي. لا هيدا مش معناتها انه انا عندي مشكلة نفسية واذا عندي مشكلة نفسية يعني انا مجنون. هيدا الكونسبتس الكتير بدائية ومنة صحيحة موجودة بمجتمعاتنا. لا بالعكس الشخص السين والشخص اللي هو إذا بدكن عنده عقلانية هو اللي بحاول يعترف إنه في بارت الجسد وفي بارت النفسية الشخص أو his mind كلهم هول they need relaxation techniques they need to relieve the stress. So it's important and very mature of everyone to take care of their own mental health. By the way اسمه mental health لأنه we all have it. كلنا عنا صحة نفسية مش مشكلة نفسية. كلنا عنا صحة نفسية ومعظم أو كتير ناس عندهم مشاكل نفسية بس كلنا عنا صحة نفسية مثل ما عنا صحة جسدية that we need to take care of. So eat healthy diet. هون كلمة diet هي originally إنه الإنسان يأكل بطريقة healthy مش diet يعني خفف أكل. مشان هيك إذا أنتم ما بتعرفوا how to eat healthy I urge you to seek support. فيكن تقروا فيكن تسألوا certain health expert
عن هذا الموضوع, food expert عن هذا الموضوع. كمان بدي اياكم تعرفوا انه it's very important اذا انتم كنتوا عايشين ضمن عائله انكم انتم تعملوا شيء اسمه pattern of eating as a family وmeal time together. الدراسات فرجت انه لما بتقعدوا كعائله بتصيروا تتروقوا وتتغدوا وتتعشوا سوا, انه هيدا الشيء was associated with less symptoms of depression. والريسك ليكون عنده اذا بدكم problems الشخص حتى بالايموشنال ايتينج ممكن تخف أكيد إذا كنتوا عائلة مترابطة, ومش إنه يكون في حدا من عائلة عندكم هو سبب ستريس وتضطروا تقعدوا معه 3 مرات بالنهار. يعني أنا نشوف نحن بدنا نشوف وضعنا يعني قبل ما نتبنى هاي. بس إذا كانت العائلة هيك مريحة لإلكم, I urge you to do the meal time thing لأنه بتخفف من emotional eating كمان. Always work on positive self-talk. دايما احكوا مع حالكم بطريقة positive. مش عيب ومش غلط انه الانسان يكون عنده emotional eating, بس في مكان ما بتبطل صحية اذا كانت الطريقة الوحيدة اللي بتتعاملوا مع مشاكلكم فيها. So من الوقت للتاني اذا صارت ما don't be very guilty وما تحسسوا حالكم انتم عملتوا مصيبة او مشكلة. لا بتصير, بس يكون عندكم other kind of support system لألكم تعتمدوا عليه وقت تكونوا مزعجين. So دايما نحكي مع حالنا بطريقة healthy, نحكي مع حالنا بطريقة positive ونذكر حالنا of our best traits. لأنه usually وقت نحن نحكي مع حالنا بطريقة understanding ونفهم حالنا ونحكي مع حالنا كأنه عم نحكي مع صديق لألنا بس عم نروقه, ما نكون harsh on ourselves. هذا الموضوع بيساعدنا كتير أنه نخفف emotional eating كمان. So as a هيك small summary, الأكل يمكن بيشلكن هالفيلينج الإزعاج اللي عندكن ياه جوا وبيساعدكن to deal with stress. ونحن ما عم نقول لا منه غلط, بس please as we said بدنا شوي نعمل شيء اسمه mindful eating habits, يعني نكون واعيين نحن على أكلنا شوي وننتبه إنه ما نكون عم نعمل substitution لل coping healthy coping mechanisms with food. So فيكن مثلا to stop yourself شوي from doing this emotional eating pattern, تسألوا حالكن انه طب لحظة انا هلأ بدي اكل, هل انا بدي اكل لاني جوعان ولا انا مضايق, هيدي I want to check with myself هيك لشوف افهم حالي اكتر شو صاير معي بالضبط. وكمان خدوا 5 minutes قبل ما تاكلوا وقت تحسوا انه انتو عم تاكلوا just هيك just for emotional eating sake, قولوا طيب اوكي هلا بعد 5 دقائق برجع باكل, خليني انطر وروق وحاول اني هدي حالي. Something else is learn to accept your feelings. So تعلموا انكم تتقبلوا المشاعر اللي عم تمرقوا فيها. غالبا الناس بتخاف تحس بالمشاعر النيجاتيف, تعمل اي شيء اوقات لتهرب من انها تحس بشيء بشع جواتها. سأنا بدي قلكم أنه دراسات بتفرجي through the clinic والعيادة وكل الpatients اللي مرقوا معي, الخوف أكبر من حجم الموضوع. يعني عادة بيكون الشخص خوفه أكبر من الشعور ذات نفسه, توقعه لشو حيصير معه بيبقى أكبر. بيبقى الشعور إذا عاشه بيمرق وبيخلص وبيقدر يتحمله إذا هو قرر أنه بيقدر يتحمله. بس نحن ما نوهم حالنا أنه نحن اليوم ما بقدر أنا ولا دقيقة أحس بشعور نيجاتيف, لأنه الشعور النيجاتيف هو نورمال أنه نحن نحس فيه. بس وقتها بيصير متكرر كتير, وقتها بتزيد الأمور عند حدا, I urge you to contact a therapist for consultation. احكوا مع أخصائي نفسي يعطيكم consultation وتشوفوا هل أنتوا عندكم اضطراب نفسي او لا, هيدي مشكله صغيره وبتمرق. So it's important دائما ناخذ فيدباك من اشخاص بروفيشنال, ما نضلنا عايشين الهواجس وعم نتعذب لحالنا وما عارفين شو بنا. اوقات الموضوع بيكون كتير بسيط ونحن بنكون معقدين حياتنا اوفرت والقصه ما بيكون بدها هالقد, واوقات لا بيكون نحن مصغرين القصه والقصه بدها اتنشن وبدها تريتمنت. So كمان It's important تعملوا هيدا الاكسرسايز معي إذا بتحبوا. So please كل حدا يحط يعني يجاوب إذا بدكم بالتشات أو بينه وبين حاله إنه أنا اليوم وقت أحس حالي مضايقة
شو هن الكوبينج ميكانيزم؟ لو عطيته وان ايديا شو هي الهيلثي كوبينج ميكانيزم اللي انا رح اعملها لريح حالي اوكي تما انا فوت بالايموشنال ايتينج؟ بالعكس انا بدي اعمل شيء يريحني ويفيدني بنفس الوقت وقت اكون مزعوج. في عندكم افكار؟ اذا حدا بحب تشير. لما بس في جو قبل سأل سؤال drinking water when feeling the urge to eat does it help to stop it؟ Actually إيه ممكن ممكن يعني كل حدا جو بده يعمل تجربة error trial and error يعني يجرب الواحد كذا طريقة ويشوف هل بتريحه أو ما بتريحه. بعدين شرب الماء ما بيأذي so شرب ماء قد ما بدك مش غلط أبدا. و by the way ما بعرف how accurate this information is بس كتير أوقات الشخص بيكون عطشان بده مي بفكر حاله جوعان سو بياكل والباي هو جسمه عم يطلب مي. So it's important انه نحن نزيد ال drinking water pattern تبعنا. So في حدا بعد praying and worshiping هيدي طريقته لحتى لي يرتاح. Actually ناجي بدي اقول لك انه الدراسات بتفرجي psychologically انه الاشخاص اللي عندهم انتماء ديني او عندهم rituals دينية بيحسوا انه عندهم control اكتر over life لانه بيكونوا بالعربي الدارج هيك مثل انه حاسين انه في وراهم قوة اكبر وبتريحهم. وبيفرجينا الدراسات بتفرجينا على الاف الاشخاص انه الاشخاص اللي عندهم هيدا religious belief والreligious إذا بدكم behavior بيكونوا مرتاحين نفسياً أكتر من غيرهم. يعني هاد دراسات هيك بتقول. في حدا بيحب يقول his own way of relaxing بس تكون positive. أوكي في أشخاص music عم بيقولوا دورمير نام عهد أوكي okay, these are all fine and healthy, but أكيد مش oversleeping. Oversleeping can be unhealthy. أو إنه الواحد يخفف نومه أو يزيد نومه زيادة عن اللزوم ممكن يكون بلعب ببجي. مش غلط. Actually, اتيان بدي خبرك شغلة. الدراسات بتفرجي إنه لما بيكون في تروما يعني الأشخاص اللي بتعرضوا لصدمات نفسية إذا بعد الصدمة حكيوا كتير عن الصدمة وعن الشيء اللي صار هيدا الشيء بيرسخ لهم الصدمة أكتر براسهم. بينما الأشخاص اللي بعد ما يصير معهم صدمة بيكمشوا لعبة مثل ببجي أو أي شيء بيلعبوا هيدا الشيء معقول يخفف من وطأة الصدمة. ليش؟ لأنه في شيء عنا اسمه الأميجدالا هو it's an our brain هي المسؤولة عن emotional response تبعنا. وقتا منحكي عن المشكلة اللي صايرة معنا كتير بتصير العقل ما بيقدر يفرق كتير انه هل هالمشكلة صارت هلأ او قبل سو بيرجع بعيشها والرياكشنز تبع جسمنا بتشبه الرياكشن كأنه بعدها صايرة المصيبة او الديزاستر. سو مش هيك خصوصي هلأ بوقتنا الحالي انا بشجع على لعب الجيمينج وعلى الببجي مثلا بس اكيد كل شيء الموديريشن كل شيء بيزيد عن حده بيبطل هلسي. سو اكتشلي في دراسات كمان فرجت ولاد مرة عملوا دراسة على ولاد كمان صار معهم تروماتيك ايفنت الولاد اللي لعبوا ما بدهم يحكوا عن اللي صار اول ما صار ما بدهم يعيدوا ويحكوا كتير عن اللي صار ولعبوا games on the long term بفرجوا إذا بدكم psychological well-being أكتر. أوكي في حدا عم بيحط هون في بصير نام كتير عهد لا عهد بدنا to find a healthier coping mechanism. Overthinking makes us unhappy. Joe yes of course overthinking هذه مشكلة ما بدنا we have to stop ourselves it's good to think but to a certain extent في أوقات بدنا نوقف وما نكون عم نعمل overthinking زيادة قد ما بنقدر. Okay so رح كفي نشوف قد ما معنا وقت. Okay so فيكن to relax take a bath تحمموا الحمام كتير بيساعد الأشخاص تدقوا لحدا بتحبوه ترتاحوا له حكوا معه يكون عندكم cozy corner بالبيت هذا الكون اللي بيريحكم. فكروا بينكم بين حالكم وقولوا this feeling will pass هيدا الشعور اللي أنا أحس فيه هلا بده يمرق مش ما في شعور بيضاين وبيضل مدى العمر يعني في إله وقت وبده يخلص. وكمان start a puzzle أو لعبوا مثل ما قالت PUBG سو أي شيء بيريحكم
لعبوا كمان this is good, this is a way to distract yourself وتلهوا حالكم عن أشياء كتير. So كمان I have a tip for people who have anxiety, ما في زمان حدا عنده قلق كتير. Please 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 التريك هي إنه وقتها يكون عندنا فكرة أوكي معينة عملت لنا قلق, ومعظم القلق اللي عندهم الأشخاص اللي عندهم anxiety قلقهم بيجي من فكرة بيعملوا لها over generalization وبيفوتوا فيها catastrophizing. يعني بيصير مثلا تنقول مرة ابنها عليه حرارة, توصل إذا مع anxiety بيوصل راسها إنه خلاص ابني رح يموت, ابني ما بعرف شو حيصير فيه. هون هي she needs to stop herself, okay, she needs to go back to reality. خليها تفكر, طب ثلاث ارباع الاولاد بصير عندهم حراره, اذا مش اكثر 90% 99% بصير عندهم حراره وما بصير لهم شيء, طالما الام عم تعطيهم بانادول, طالما عم تهتم فيهم, طالما حكيت الحكيم. بدك انت دائما الشخص عنده anxiety يرجع نعمل له grounding, يرجع على الارض الواقع ويرجع يفكر بالفاكتس مش باراء وشخصيه. الفاكت شو بيقول, الحقيقه شو بتقول, اوكي, المعترف عليه عالميا شو بيقول. ها أول تيب. تاني تيب is to always نقول لحالنا إنه اليوم أنا اللي خايف منه واللي عامل قلق عليه بعده ما صار. طب أنا ما بدي أوصل لمرحلة قلق سوبر عالية وعامل هيك بحالي وهو بعده ما صار. بقول لنفسي أنا طب بس تبقى تصير الفكرة اللي أنا خايفين منها, بس تبقى تصير ببقى بعت الهام وبعمل اللي بدي اياه وبساوي شو ما بدي, بس انا هلا بعدها ما صارت, فما في داعي انه انا فوت بهيدا الانكزايتي باترن اللي انا فوت فيه عاده. لا ما في عندنا فيرا بتحكيكي عندها سؤال. فيرا بتحب تحكي سافا. كلاينت تولد مي ذات شي كانت. بتحب تحكي أو بس شي ساندينج. One client told me that she is so anxious. فيرا فيك تحكينا, فيك تحكي تفتح الميكروفون تبعك تحكي. هشغلب أنا أشغل لك. يلا she is sending. She's gonna talk. Hello guys. Sorry, ما كنت فتحت الميكروفون قبل. I have my baby Valerie, so she's all around the place. Hi فيرا. كيفك؟ You're good. I'm fine, I'm fine, dear. أنا بعرف فيرا, she's a friend of mine. Yeah, true. Just for me not to waste a lot of your time. There's one client who told me, no, Vera, I'm, for example, when I'm in this setting that causes me anxiety, I'm too anxious to do the grounding technique. Although you told me what to do, how to ground myself, what to see, what to hear, what to smell, what to count, but I cannot. So in this, she حطتني بموقف إنه she cannot, and Vera, I'm too anxious even to fetch my negative automatic thoughts. I cannot control myself to ground. I'm super anxious. I tried again to practice it in my office, and how for her to use grounding, but I felt she wasn't that convinced that her anxiety was overwhelming her. So what do you think, Lama? I think thank you for asking this question. كتير مهم هيدا السؤال, لأنه كتير أشخاص بيقولوا إنه ما بيقدروا يعملوا هيدا grounding هيدا الموضوع. So the most important thing is she needs, I think, CBT, so concepts على القليلة, بحاجة إنه هي تفرق بين أفكارها ومشاعرها وتصرفاتها وتشوف إذا فكرتها رياليستيك أو لا, وتحط بديلها فكرة رياليستيك هولدها تتمرن عليهم على وقت طويل. بس on the short term she might be a person who can't control abstract thinking تبعها وقت تكون anxious, وهذا الشيء بصير مع كتير ناس عندهم anxiety. So it's important إنه نلاقي لها شيء concrete يذكرها باللي أنت علمتيها إياه واللي حكيته فيه وعملتوا له practice. So مش غلط يكون في certain bracelet, يكون في طابة, يكون في shape of something بيكون معها وقتها بصير مع anxiety, على القليلة بس المطلوب منها أنه تتذكر تاخده. بنفس الوقت ما بعرف إذا الgrounding ما زبط, أظن أنه probably أنت عم تستعملي معها تكنيك اسمها المايندفولنس, يمكن لازم نعمل breathing techniques كمان, أنه عادة بيتذكر الشخص اللي عنده anxiety أنه يعمل breathing techniques. So هيدا كمان it could help. في كذا نوع breathing technique, فيكن تفوتوا على جوجل تقروا عنهم. في progressive muscle relaxation technique, في breathing technique اللي كتير simple بتكون, يعني هدول كتير مهمين كمان معقول يساعدوها. وش need something concrete ليذكرها باللي تعلمته ويكون قدامها بالسيشن
وتكون كامشته بإيدها while she is practicing. Okay. Okay. Just one question. يعني أنت what you advise me to do is for her to get something concrete. And the moment she sees this something concrete, she can start doing the grounding techniques. لأنه there is no way she can do muscle relaxation technique ولا progressive ones. She is so, يعني her anxiety is so over the place. Especially it happens outside. إنه يكون في شيء concrete قدامها. هيدي هي الفكرة. لازم يكون في شيء concrete ليذكرها باللي أنتو لتعمل هيدي. إذا بدك الستوب وتقدر تعمل هيدا الكنترول over her mind, it's important إنه نعمل شيء كونكريت يكون قدامها يذكرها باللي هي أخذت قرارات فيه معك بالسيشن. وشي needs to understand إنه everybody has control over their mind at least ولو بديجري معينة. So ما بدنا إياها تفوت بهيدا الفيكتم رول of I can't do anything or I'm hopeless, helpless. كل هيدول ما بدنا اياها تفوت فيهم. سو بدنا نرد على مطرح انه لا, كل انسان بيقدر يتحكم بافكاره, بس he needs to use the right technique, he has to have the will and the belief. وفيك تفرجيها studies بفرجوا انه قديش عالم عندهم anxiety بهالحياة تحسنوا ووقت عملوا the healthy coping mechanisms اللي لازم يعملوا. Okay, so, dear. Thank you a lot. Thank you. You're welcome. Thank you for your question. So لنكفي أكتر, في عنا healthy lifestyle habits لازم نحن نفوت فيهم. قلت لكم exercise, بس بدي شدد على موضوع السليبينج. الكتير مهم انه ناخد minimum 8 hours of sleep every day. قد ما قلكم ما حتتخيلوا قديش هذا الشيء مهم حتى للإيموشنال إيتينج, لأنه بيساعد بكل شيء all over, يعني كل شيء psychological. كمان it's important to connect with others. قلت لكم connect with people, talk to people as much as you can بطريقة healthy, و if you need help, ask for help from the right people. هلا بالكوفيد 19, the most important tip is to have a routine set. لأنه كلنا تغير الروتين تبعنا, كنا معودين على حياة معينة وتغيرت وما بقى نحنا بنفس المطرح. مشان هيك كل إنسان حتى التشينج البوزيتيف بحياته معقول يشكله ستريس. باي ذا واي, يعني في كتير عالم, ما بعرف إذا في هون حدا متزوج بيلاحظ إنه مع إنه it's a happy event, بس كتير من بعده بيصير في ستريس لأنه الروتين تغير, لأنه الحياة تغيرت. لو كانت عم تتغير للأفضل أوقات, كمان الإنسان بيعمل ستريس. مشان هيك هلا بما انه صار في عنا نيو ايفنت بحياتنا, الكوفيد 19 غيرت لنا حياتنا, most important thing is to have a routine. مش ضروري الروتين يكون كتير دقيق, بس يكون في مينيمم روتين خلال النهار لحتى ناخد proper sleeping, يكون في exercising, يكون في طريقة نهتم بحالنا ونهتم باللي حوالينا كمان. أكيد إذا كنتوا أمام أو أداد, بس دايما try to stick with a routine. يعني هذه أهم نقطة we need خصوصي للإيموشنال إيترز. So eating disorders, شو هن eating disorders؟ بس قبل ما كفي, do you have any question about emotional eating؟ في حدا بحب يسأل شي سؤال؟ especially إنه هلأ حتقطع الكهرباء. هذا هو الساعة 6 هلأ. إيه, so I was thinking ناخد شوية أسئلة ونرجع من كافي in 3 minutes. في حدا عنده سؤال emotional eating؟ جو بتحب تدور بيكرو تبعك تقول شو عم. Breathing techniques also helps to fight. Can you please tell us the difference between panic attack and anxiety? Okay, anxiety. Okay. بقدر أقول له الفرق. So الفرق هو إنه البانيك أتاك هو شخص بيكون عنده anxiety. مش كل الأشخاص اللي عندهم anxiety بيكون عندهم panic attack, بس كل الأشخاص اللي عندهم panic attack بيكون عندهم some kind of anxiety. شو الفرق؟ الفرق إنه anxiety هو القلق, هو لما الإنسان بحس حاله مش مرتاح بيكون عنده شعور بالخوف, بيكون مش مرتاح, بس هذا الشعور الخوف إذا بتكون بعده محمول شوي. بس لما بيكون panic attack هي حالة بتصير معه للإنسان, a few minutes بتصير معه, إنه قلبه بصير يدق كتير بسرعة, بصير بيعرق, بحس حاله إنه هو حيموت. إذا بدكن هي نفس السيمتمز تبع الهارت أتاك, بس هي بانيك أتاك, هي نفسياً هو بيكون قلبه ما بشي وهو ما عم بصير معه شيء. وكتير منشوفه, أنا عندي كلينكس بالمستشفيات وبتعامل كتير مع مستشفيات. فبالمستشفى كتير بيجيني كول إنه في عنا حدا ما عنده ميديكلي
ما عنده مشكلة هارت أتاك أو شيء بس عم بيكون عنده نفس السيمتومز سو إنه بيعرفوا بالإي آر إنه هيدي بانيك أتاك بيحكوا وإذا في داعي بحكي أنا كمان بعرفوا إنه شو عم بصير معه سو so بالنسبة له كأنه it's an experience of death يعني بحس حاله إنه هو خلص رح يوقف قلبه بس هي هيدي بانيك أتاك اسمها هيدي الحالة بس usually البانيك أتاك بتجي مع الأشخاص اللي عندهم anxiety اللي بيكون عندهم قلق زايد والقلق بيجي أنواع أنواعه كتير كبيرة بده session لحاله هو إذا بدكم تعرفوا القلق هو خوف معين ممكن يكون من كل شيء وممكن يكون من شيء معين وهذا الخوف إذا بدكم بيوقف بالطريق إنه الإنسان يكفي حياته الطبيعية so في شيء بنسميه نحن functional life اللي هو إنه الإنسان يقدر يعيش day to day life تعيته بطريقة طبيعية وقت يكون عنده disorder مش بس anxiety any kind of disorder بيأثر على حياته the functional life with day to day هون نحنا لازم نعمل intervention ومنقول إنه هذا شخص عنده certain disorder ولازم ياخد treatment تعوله sometimes بيكون treatment medication و most of the time بيكون في therapy بالحكي يعني وبنفس الوقت أوقات بنعمل combination بين الاثنين so بنمشي therapy مع medication so بيكون عم بيروح عند psychologist وبنفس الوقت بتبعته psychologist عند psychiatrist أو العكس وبيتابعوه سوا في حدا زينب عم تسأل شو الفرق بين obsessive compulsive disorder والanxiety okay so OCD هو أكتر patterns أفكار بتكون عم تمرق وساوس إذا بتكون قهرية مع بيجي تصرفات بحس حاله الإنسان مضطر يعملها ليريح أفكاره مثلاً الغسيل الإيدين الزايد عن اللزوم اللي هلأ كتير ناس عم بتصير معهم بس مش معناتها أنه الكل عنده OCD مثلاً بيصير إنه بيغسل إيديه طب مع إنه هو غسل من 5 دقايق وما دقر شيء عم يرجع يغسل ليش؟ لأنه في أفكار صار فيه وسواس قهري الأنكزايتي هي قلق هي إنه أنا خايفان أنا مش مرتاح أنا هيك ضل خايفان وبضل قلقان يعني في فرق بيناتهم هيدي الأمور كلها إذا بدكم الكلينيكال سايكولوجيست والسايكايترست هن عندهم certain way of detecting ويعرفوا إنه أنتوا شو الديسوردر اللي عندكم إياه لأنه إحنا بنمشي بست أوف كريتيريا كتير بتبقى واضحة عنا عالمية so بنقدر نحدد ساعتها أوكي لما بس في عنا صوفي رومانوس نعم صوفي رومانوس أوكي يس هاي لما هاي بدي اسأل شوي عن لما نكون عم نقطع بكذا فيلينج بس نحن مش عم نقدر نشخصهم يعني لأنه اليوم يمكن قاطعين كلنا بفترة ضياع من ميلة emotional eating يعني ساعة بدنا كتير ناكل ساعة ما بدنا ناكل ساعة بدنا كتير نشتغل فنحس حالنا productive ساعة ما بدنا يجينا ولا ميل شغل ساعة بدنا أنه نكون عم ناخد learning ونسمع إشياء جديدة ساعة ما بقى بدي أعرف شيء أبداً awareness لا عن COVID-19 ولا عن شيء تاني so هيدا الضياع يلي هو على كذا sector أو أتحس حالك anxious أو أتحس حالك ما فرقانة معك so كيف واحد he can deal with all these disorders على كذا ناحية يعني على كذا هلأ هول منون disorders هول normal feelings most of us عم نمرق فيهم بدنا نفهم انه صار في تغيير عالمي واليوم الانسان بده وقت ليعمل adaptation سو بده كم شهر يعني اوقات ليعمل adaptation اوقات كم يوم اوقات كم اسبوع كل انسان عنده his own pace وعنده سرعته الخاصة فيه ليعمل adaptation بس اليوم اذا زادت الامور عند حدة وصار عندنا وضع بالمرة الانسان ما عم يقدر يكون productive ما عم يقدر يقوم بحياته اليومية هون لازم نحكي therapist بس باللي حكيتيني فيه لهلأ هيدا كله طبيعي تمرقوا فيه وكلنا بنمرق فيه لانه في تغيير ونحن عم نعمل adaptation as simple as this I know it's complex في مكان ما بس فينا to simplify it to this sentence في adaptation period عم نمرق فيها بدنا نحاول قد ما فينا نعمل effort لنعمل adaptation أسرع وبطريقة healthy أكتر يعني إذا ما نترك الأمور عسجيتها ونترك الأشياء هيك إذا بدكم فلتانة لا أكيد بدنا نضيع أكتر وبدنا ننزعج مشان هيك خلينا نحط روتين ونمشي كأنه نحن في مكان ما مجبورين على هيدا الروتين بس هذا الروتين ما يكون كتير صعب علينا أنه نحن نمشي فيه يكون شيء سهل وstructured هذا الشيء I think كتير بيساعد وكمان
كمان انه الانسان يحدد الجولز تاعيته. سو يحط قدامه انه انا شو الجول تاعولي، شو انا حابب حقق بهالفتره. هيدي الاكسبيرينس اللي عم بمرق فيها الكوفيد 19 بدها تخلص في مكان ما. طيب انا وقت بظهر منها شو اللي انا حاخده معي من هالاكسبيرينس؟ هل حاخد معي افكار تساعدني لبعدين؟ هل انا حققت شيء بظل هيدي الازمه حيساعدني انه يعطيني ثقه بنفسي لبعدين؟ هل انا عندي اولاد وبهالازمه استغليتها لحتى لي قوي علاقتي فيهم؟ يعني في كتير امور فينا نحنا نعملها لحتى نطلع من هالاكسبيرينس اقوى، ونحاول قد ما فينا تو فوستر الريزيلينس سكيلز اللي عنا، انه نحنا عنا مرونه وانه نحنا وقعنا وبدنا نوقف على اجرينا من اول وجديد. اوكي، في شي سؤال بعد؟ انا اي ثينك انه صار فينا نكفي لانه وي ستيل هاف اونلي 20 مينتس وعندنا بعد ماتيريال تو توك اباوت. سو شو هن الايتينج ديس اوردرز؟ هن سايكولوجيكال كونديشنز بصير عنده الانسان unhealthy eating patterns و habit they develop through time. بصير عنده obsession أو وسواس بالأكل، وسواس بجسمه، بصير عنده مشكلة بالbody image، يعني كيف بينظر لجسمه، كيف هو رأيه بجسمه. بصير عنده distorted body image، يعني بصيره ما بقى يقدروا يشوفوا حالهم accurately. يعني بتبقى بنت ضعيفة جدا وهي وقت بتطلع بحالها بالمرايه بتشوف حالها ناصحة كتير. هي ما بتكون ناصحة وما بتكون عندها overweight، بس هي بنظرها انه هي عندها overweight وهي لازم تروحهم. بضيع اذا بدكم البادي ايمج الحقيقي، ببطل يشوف قدامه الشخص عن جد صورة جسمه مثل ما هي. هيدا سببه قلت لكم في كتير اسباب، هلا رح نحكي فيهم. الدايت سبب، الطريقة اللي حواليكم، كيف المسجز اللي بتوصلكم من الناس اللي حواليكم، الميديا، يعني في كتير أمور، وأوقات الجينيتك كمان هنحكي فيهم. سو كتير مهم انه نعرف انه الاكثر فئه معرضه للايتينج ديس اوردرز هن اليونج وومن، النساء، وكمان الادوليسنس او المراهقين. سو الاسباب، في جينيتك reasons، في personality traits. اوقات اذا حدا عنده perfectionism بحاول يكون كتير perfect، ممكن كمان في عنا cultural preferences، يعني الاكسبوجر للميديا. اذا الميديا دايما بتحكي عن صورة محددة للمرأة لتكون حلوة، وهيدي اذا بتقروا وبتعرفوا وبتسمعوا كتير عم بيصير في هجوم عليها ريسنتلي، وعم بيصير في مودلز عم بيكونوا معبيين جسمهم معبى وعم يطلعوا وعم يكونوا كتير حلوين وعم بيتقبلون الناس وعم بيشوفوا انه reality is different than what we see on the media. سو كتير مهم انه نشتغل على الميديا، ولو كنا شخص واحد ما نقول انه انا ما بعمل فرق. بعتقد انه من بعد ازمة الكورونا صرنا مقتنعين وشايفين through evidence انه كل شخص بيعمل فرق. اليوم شخص واحد صار معه كورونا، كلنا صار عنا بكل البلاد كورونا. So it's important نفهم دورنا كأشخاص، انه نحنا كمان نوقف هيدا اللي عم بصير الميديا او حتى الكلام بالكلتشر. لما حدا بيقول للتاني ايه ليه هيك جسمك وليش هيك انت ولا ومش حلو والحلو هو شيء معين، اليوم بدنا نعرف انه الصورة اللي بنشوفها على الميديا منا رياليستيك، مش هذه الحقيقة، مش هيك بتصير الأمور على أرض الواقع. ونقدر نحنا كمان نسيطر على حالنا، ودايما نذكر حالنا إنه اللي عم نشوفه منه 100% أكيرت. هذيك المرة كنت عم بحضر ريبورتاج عاملينه عن جينيفر لوبيز، بالغلط هيك مرق معي على يوتيوب. So I was watching هي شو بتعمل لتهتم بحالة. أكيد نحنا بنحترم كل مرة بتهتم بحالة، أنا بهتم بحالة، كلنا في مكان ما في مينيموم بدنا نهتم بحالنا. بس كنت عم شوف أنه مثلا جينيفر لوبيز هي شخص معروف وآيكون بعالم الموسيقى والتمثيل، كتير ناس they look up to her، بس بيقارنوا حالهم فيهم بس فيها وبكتير من النجمات هوليوود وهيك. طيب بس is it really realistic؟ كنت عم بحضر شو بتعمل هي من سنين، شي 20 سنة، ما بعرف من قديه باترن تبعه، قديه بتهتم بحاله، قديه بتدفع مصاري على حاله، وقديه في فريق كبير حواليها بس شغلته بالحياة انه يهتم لها بجسمها وبشكلها. قديش هيدا الشيء بده investment؟ اليوم لما منشوف نحن الاند برودكت ومنشوفها
انه اذا بدكم الاند برودكت اي مين بايت انه اخر صوره عم نشوفها من بعد كل التعب اللي هي بتتعبه لتحصل على هيدي الصوره. هل نحن بحياتنا الواقعيه كامهات كامراه عامله ككتير امور قادرين نعطي هذا الريسورس ونحط بحالنا هالقد اذا بدكم انفستمنت لتكون الصوره بهالطريقه؟ وهل لو نحن حطينا هالقد انفستمنت هل الاجسام كلها بتشبه بعضها؟ الجواب برأيي انه maybe probably no, انه الاجسام في 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 ليميت لكل جسم كيف مهما فيه ومهما تعملوا رياضه. اليوم اذا في مرأة عندها عظمه كبير ما فيها تصغر عظمه in the end of the day, ما فيها تكون انه مش متقبله حالها لانه هي بدها تكون تشبه جينيفر لوبيز بس ما هي جسمها شو ما عملت ما بتقدر تشبهها. واليوم ليش بدنا نشبهها؟ طب ليش نحن بدنا نكون حاطين حدا وعم نقول انه نحن بدنا نشبهه وبدنا نكون مثله؟ هاي اسئله كلها لازم نسال حالنا. هل الكلتشر هي السبب؟ هل الميديا هو السبب؟ اليوم بدنا نتقبل حالنا قد ما بنقدر لنقدر نكون عايشين مرتاحين مع حالنا. بنفس الوقت بدنا نعمل healthy eating pattern. انا مع انه الانسان to lose weight اذا هيدا الويت عم بيشكل له سبب مشكله صحيه عنده, بس انا ضد انه نحن to lose weight just because we want to look in a certain way, بينما هيدا الويت that we lose معقول ياثر سلبا على صحتنا. سو انا مع الصحه الجسدية والنفسية. نحن منحترم نجمات هوليوود أكيد, بس بدنا نعرف أنه اليوم أنا كسايكولوجيست منه جسمي هو اللي بيحدد إذا أنا بكون سايكولوجيست ناجحة أو لا. إذا حدا بيشتغل بمحل معين, يعني هي جينيفر لوبيز بدنا نفهم أنه هي her career is about her body في مكان ما, بس وصوتها وتمثيلها وأدائها كلهم as a package. بس اليوم هي في مكان ما يمكن مضطرة أنها تهتم, ما بعرف هذا it's her own thing. بس أنا اليوم كمرأة عاملة بلبنان بماي كولتشر ليش أنا بدي روح طاقتي على شيء هو إذا بدكم في مكان ما يمكن ما يكون صحي لنفسيا ولا جسديا. So هولي كلهم please I want you to think about and هيك brainstorm a bit إنه شو في أفكار بالميديا عم تمرق وعم تأذيكم نفسيا وعم تأذي your body image أو كيف تنظروا لجسمكم. So في شيء اسمه eating disorders اللي هو مثلا one of the eating disorders اسمه anorexia nervosa. هن الأشخاص, يا ريتني حطيت صورة, هن الأشخاص اللي بيضعفوا بشكل يعني over لدرجة انه بيشبهوا skeleton اذا بدكم بيصيروا, لانه هن they restrict food, بيوقفوا الأكل عن نفسهم. ممكن مثلا كل نهار بس تاكل تفاحة هيدي الإنسانة وتكفي هيدا الباتون على أشهر, وهذا الشيء بيسبب وفاة, بيسبب أمراض, بيسبب كتير أمور ومشاكل حتى نفسية. So, ما حفوت بالتفاصيل بعد أكتر, فيكن تقروا عن الأنوركسيا نيرفوزا على جوجل. بس هيدي الأشخاص اللي حتى بتفوت برياضة زيادة, يعني بتكون مش أكلة وبنفس الوقت حارمي حالها من الأكل, عندها معتقدات خاطئة عن الأكل وبتطلع بحالها بصورة مش صحيحة. يعني هي بتكون ممكن ضعيفة بتشوف حالها أنصح من ما هي واقعيا وبترفض شكلها وجسمها وما ما في مكان ما بيوقف هيدا الشيء. يعني هول الباترن والرياضة الزايدة وكل هالشغلات ما بتقدر توقفهم, بتبقى مقتنعة انه هي عم تعمل الشيء الصح ويربي هي عم تأذي حالها, ممكن تكون عم تودي حالها على الموت. يعني بيوصل القصة بتوصل للموت وللدث. So it's very dangerous condition, بس كله طبعا بيتعالج مبدئيا وقتها we go and seek a psychologist as well as a food expert بيساعد بهذا الموضوع. So في كمان عنا البوليميا نيرفوزا. البوليميا هن وقتها بياكلوا كتير وبيروحوا بيستفرغوا الأكل اللي أكلوه لأنه they want to lose weight, وبنفس الوقت بيحسوا أنه ما عندهم control over their eating. So هيدي كمان condition منشوفها كeating disorder وبتتكرر دايما, وبيصيروا ياخدوا مسيل للمعدة لحتى بنظرهم أنه هن كل ما فاتوا على التواليت كل ما خسروا وزن. So بيصيروا ياخدوا laxatives بطريقة مش healthy. في عنا كتير أسباب مثل ما حكينا قبل, عنا الدايت,
فيه مشكلة كتر الدايت هو هاي ريسك للإيتينج ديسوردرز. في عنا إيموشنال إيشوز بيكونوا مخبيين ورا الناس اللي عندهم إيتينج ديسوردرز وذر أنوركسيا أو بوليميا. أنا مرق معي بنت صغيرة كانت بلشت كان عمرها 8 سنين كانت بلشت تعمل بيهيفير أنوركسيك بيهيفير لأنه اكتشفنا بعدين أنه إما كل الوقت بتقلها أنه أنت شكلك مش حلو أنت ناصحة. يعني شوفوا ولد إجا لعندي بالكلينيك هي بنت صغيرة يعني بس بعدها ولد صغيرة قديش أنه من هون بلشت القصة معها وهذا الشيء مش من زمان يعني من 2 years ago. So تخيلوا إما قد عم تأثر عليها سلبا وعلى her body image لدرجة إنه صارت she's restricting food عم تعمل exercise زيادة عن اللزوم ما عم بتشوف حالها قديش she's losing weight. So كانت على الطريق إنه to develop an eating disorder بس because of what her mom used to say. So we have to be very careful المسجز اللي منقولها لأولادنا وخصوصي بموضوع الأكل والبادي إيمج وكل هالشغلات لأنه نحن بدنا نعلم أولادنا يتقبلوا حالهم ويكونوا هلسي. فينا نحكي معهم بمنطق الهلس بس مش منطق الشكل إذا بتكون ما كتير بيساعد هذا الموضوع نفسيا on the long run. So كتير مهم نشوف الناس اللي حوالينا إذا هن عندهم eating disorders ممكن هالشي يأثر علينا إذا مفهومهم للأكل أو مفهومهم للشكل كمان different كمان معقول يساعد إنه الإنسان يصير عنده eating disorders. So we have to be careful. The complications غير إنه death بصير في عندهم digestive problems بمعدتهم بصير في مشكلة ممكن to develop anxiety, depression ممكن يصير في misuse of alcohol, drugs ممكن يصير في dehydration توصل لكدني failure يعني ممكن يصير في نقص مي بجسمهم ممكن توصل انه يصير عندهم مشكلة بكبدهم سوري ايه بكبدهم لا مش الكبد الكدني حدا بذكرني بالعربي بكلوة نيجاتيف سيلف استيم كمان بصير بأثر على علاقتهم بالآخرين كل هيدي الديتيلز. So البادي إيمج مثل ما قلنا it's what you believe about your appearance كيف شو بت أنت شو بتشوف عن حالك كيف بتشوف جسمك كيف بتشوف وزنك كيف بتشوف طولك كل هيدي الأمور it's important إنه دائما نتذكر إنه كل جسم مختلف عن التاني نحاول قد ما فينا ما نقارن جسمنا بأجسام تانية وما دائما يكون عنا إذا بدكن هيدا الدوت بحالنا عطول نكون obsessed فيه يعني إذا في شيء زعجنا بحالنا نفكر انه هل هيدا الازعاج جاي انه فعليا من منطق الصحة ولا هو هيدا تأثير الميديا وتأثير الاشخاص اللي حوالينا علينا. اوكي سو حتى الميديا بتلعب دور كتير كبير مثل ما قلنا الرجال بدهم to look as muscular as the other people اللي بيطلعوا بالتي في يعني يكون عندهم عضلات والبنات بيفكروا بالضعف وهلأ كمان صار عندنا فكرة الكيرفز كمان عم تلعب دور. So statistics بتفرجي قديش الميديا عم بتأثر كمان على our body image. So آخر شغلة بدي أحكي عنها اليوم سريعا هي الثيرابي. So I urge you أنكم أنتوا to seek support إذا أنتوا حسيتوا أنه probably ممكن يكون عندكم eating disorder أو أنتوا على طريق أنه to develop an eating disorder اضطراب بالأكل أو إذا أنتوا عم بتعانوا أنكم تلاقوا طريقة تتأقلموا مع الوضع اللي أنتوا فيه هلأ بعيد عن الأكل كوسيلة الوحيدة والأولية اللي بتلجأوا لها بنصح أنه أنتوا to seek support seek therapy طلبوا consultation مع أخصائي نفسي بنصح وقت يكون في eating problem بنصح بالCBT اللي هي cognitive behavioral therapy هي approach أو إذا بتكون تكنيك بالعلاج النفسي اللي هي كتير evidence based على statistics based على scientific studies بتفرج أنه هيدا التكنيك كتير effective مش بس مع eating disorders مع anxiety مع الديبرشن مع الOCD مع كتير range of things وحتى بنعملها مع الأطفال. هلأ أنا متخصصة بالأطفال والمراهقين كمان سو بستعملها معهم كتير بتجيب نتيجة. CBT هي ثلاث شغلات you have to keep in mind. أول شيء بيكون في عنا triangle اللي هو thought, emotion, behavior الأفكار
بتأثر على المشاعر, بتأثر على التصرفات, وكلهم بيأثروا على بعضهم through a bi-directional relationship, كلهم بيأثروا على بعضهم. سو نحن اللي بنشتغل عليه انه بنوصل لمرحلة نغير الفكرة اذا كانت مال adaptive او منا بتساعدك كشخص بحياتك, منغيرها, منحط بديلها فكرة ممكن تساعد, وهون منشوف results. وجربناها كتير و it shows so much إذا بدكم positive outcome in the end. اللي بدي أقوله إنه CBT كمان we have to think of it as a way to deal with our daily stressors, لأنه اليوم أنا لما فكرتي بتكون مش accurate ومنا واقعية بتأثر على مشاعري, بتأثر على تصرفاتي, معقول أوصل لمرحلة من وراء فكرة مش واقعية ومنا helpful لإلي إنه أنا أأذي حالي أكتر وأكتر بالمستقبل develop a certain disorder psychologically. مشان هيك وقت بنعمل CBT بصير في sessions هي من 12 ل 18 جلسة, سوري من 8 ل 12 جلسة, وأوقات بنوصل ل 18 جلسة, وهي evidence based, هي time efficient, وهي money efficient كمان, cost efficient. يعني هي إذا بدكم طريقة سريعة للإنسان يشتغل على المشكلة اللي عنده إياها هلا ويحلها. يعني إذا بدكم هيدي الأمريكان سكول أوف ثينجز, بدل ما نقعد كذا سنة نحكي بالأمور اللي صارت قبل, اللي بنعمله بالسي بي تي إنه منحاول قد ما فينا تكون شورت, عدد سيشنز معين, بنفس الوقت نقدر نشوف شو المشكلة, شو أساسها بالماضي وكيف بتأثر على مستقبلنا, بس كمان نحنا نحاول أو شو الستبس اللي نعملهم بالمستقبل, بس كمان نحنا نحاول قد ما فينا to ground ourselves ونرجع للبريزنت ونركز on the moment of here and now. هيدي شغلة كتير بنشتغل عليها بالسي بي تي, انه انا اعمل مونيتورينج لنفسي وانه انا حاول قد ما فيي اعيش المومنت اللي انا فيها, مش ضلع الان بالماضي, ندم على الماضي او ماضي معين مع الان فيه, او خوف كتير كبير من المستقبل. منركز انه here and now, what can you do today to fix the problem that you have. So this was our session. Inshallah tkunu istafadtu. Thank you for watching and acting. If there are questions, I'm ready to take them. Thank you, Lama. رح ننطر الأسئلة هلا. بس كمان رح بلش بنفسي لما لكن بدي أسألك إنه أنا هلا بعنا نفسي إنه إيه هلا هي فترة معينة وبكرة برجع على الجيم, برجع بضعفهم, فنصحان كتير يعني مش عم بقول إنه يعني عم بعطي تبرير لنفسي إنه هي فترة وبتقطع رح نرجع على الجيم, رح نرجع حياتي طبيعية وبرجع بضعف, هذا الشيء غلط كمان. Actually, هيدي هي. So you're stuck in the future. You have to go back to now. So انت, your future is not yours actually 100%. انت, what you have is the moment you're living now. So it's better انه نركز على ال here and now, ونركز على اليوم انا شو في اعمل. ما فكر انه بكرة اجل, انه نأجل الاشياء. لا, خلينا نركز انه اليوم انا اذا بدي to lose weight, لأنه هيدا الشيء صحي لإلي through طريقة صحية, إيه ليش لا منبلش من اليوم. All you have is today, you don't have 100% tomorrow. في عنا ريم عم تسأل how about eating as just filling your time. ما عم بسمع. عم بقول ريم عم تسأل how about eating as just filling your time, يعني بس تحب تاكل. هيدي هي المشكلة, هيدا emotional eating وهيدا زهق وboredom. لا, I think we can fill our time with more إذا بدكم effective ways حتى لي ما we're gaining a lot of weight وهالشي يزعجنا ويزعج البادي image تبعنا وما يكون healthy. So maybe to engage more in healthy coping mechanisms. Okay, Sophie Romanos, when you know when you know what you have to do and you don't do it because you don't have enough motivation probably, وما حاطط a certain goal ومقتنع فيه. يعني بيكون في goal قدامه وحاططه وعم بتحاول انه هي تشتغل عليه جديا. اوكي, دي خليني اقرا لانه انا شوي ما عم بشرح. اوكي, when you said that these problems related mostly young women, do you mean that it is X-linked? Okay. Or it is related to self-confidence.
هي it's with women لأنه women can be vulnerable أكتر لموضوع البادي إيمج, خصوصا إنه الميديا بتحط بريشر علينا كنساء أكتر بموضوع البادي إيمج من الرجال, مع إنه في بريشر على الرجال بس علينا أكتر the way we are raised, the culture اللي حوالينا كله هيدا بيساهم وأكيد له علاقة بالself confidence في مكان ما, لأنه self confidence لما نحن عم نستمدها من the approval of others هذا الشيء كمان بيأثر. So بشان هيك نستمد self confidence من حالنا من قناعاتنا أفضل من إنه نسلم our self confidence to others 100%. في سؤال بعد من بنسى switch pattern technique. ما كتير أوير بس ما بعرف إذا what she means Vanessa means إنه وقت نحنا بنعمل مثل وقت يكون في شغلة بدنا إياها ما بدنا إياها منقول إنه أنا بدي الشغلة بدل ما أقول أنا ما بدي الشغلة. Is this what you mean Vanessa؟ فيك تفتح الميكروفون تحكينا. Is that she can't tell us more? Okay, hello, can you hear me? Hi. Yes. Okay, thank you for this webinar. بدي أسألك عن switch pattern. هي no, it's something I've been watching on YouTube. وهيك هي when you like إذا عندك شي behavior ما بدك تعمليه, then you imagine yourself doing this behavior, and you think about the trigger point. وبعدين you think about the behavior that you want to do instead of this. Let's say مثلا if you do like knuckle cracking أو حيلا شيء مثلا bad behavior and you have to replace it with a better one, so you think about the better habit that should be replaced, and then you like إنه هيدا بتكون مثل dissociated image of the behavior. So this is the switch pattern. So you think about something that should be done instead of the pattern that already exists in your brain. هلا as a technique I don't really use it as it is مثل ما عم بتقولي, بس فينا ناخد منها أفكار إذا بدك. فيني أنا أقولك إنه اليوم أنا وقت بدي مش غلط إنه أنا to imagine a certain behavior وشوف أنا what is the cost of this behavior, شو حيكلفني, شو حيصير إذا أنا عملته, هل أنا بدي فوت بهيدي الديباجة كلها ولا لا, أحسن لي ما أعمله. بس كمان بنصح إنه الإنسان إذا بدك دايما to think of the things he wants instead of the things that he does not want. So the behavior that you want أو we فكر فيه, قولي أنا بدي أعمل 1-2-3, بدي أكون بهالطريقة, أحسن من ما نقول أنه أنا ما بدي 1-2-3, لأنه أوقات هذا الشيء بيأثر على المسج اللي منبعتها to our brain. So always try to think realistically أنه أنا اليوم إذا في behavior معين بدي أعمله, شو الطريقة أنه أنا أوصل له أعمله. إذا في behavior أنا ما بدي أعمله, بدي أنا حالي ليش, وبدي أنا حالي شو الconsequence تبع هيدا behavior, وهل أنا قادرة أتحمل هيدا الconsequence ولا لا. اليوم أنا إذا مش قادرة أتحمل الconsequence وما بتعجبني, أوكي باخد قرار أنه أنا ما بدي أعمل هيدا behavior, بس دايما بقول شو بدي أعمل مش بس شو ما بدي أعمل. طب instead what am I gonna do, so always focus on what you want to do. Okay. And also, I encourage you to watch CBT technique-related videos. كمان معقول كتير يساعد. لما آخر شيء أنا سؤال عندي tips, يعني مثلاً هيك يعطينا شيء 3 tips. أنا مثلاً ما بعرف إذا بتوافقيني الرأي, بكتب القصص على ورقة. يعني فيها توريم عند السؤال. Let me tell you something. نحن بالCBT دائماً نستعمل الورقة والقلم. ليش؟ لأنه CBT كتير بيركز على فكرة أنه توصل الفكرة والمسج 100% as much as possible. اليوم learning through visualizing is very important. لما نحن منحط الأشياء قدامنا منشوفهم أوضح وبيكونوا منظمين أكتر. So, وكمان أوقات we need reminders to ourselves. أنا كتير بكتب sticky notes certain message بحب أقولها لنفسي, يعني مسج بتريحني كلمتين ثلاثة هولي لما بقراهم بتذكر my goals وبتذكر أنا شو بدي بالحياة وبيعطوني motivation. so هولي الديتيلز كتير مهمين اليوم لنقدر نحنا نكفي. فيكم تحطوا certain message على الفريج مثلا هيك مهضومة تكون بتذكركم انه انا I don't want to be an emotional eater, I want to eat healthy. يعني هاي الافكار كل واحد حسب كيف
كلمة بتأثر عليه. أنا في كلمة ممكن تأثر على شخص وكلمة ما تأثر على شخص تاني. So كل واحد comes up with his own way of communicating with himself or herself and they put them in front of him. So هيدي هي. ريم كان عندك سؤال؟ هاي ريم. How about as just filling your time? آه لا هذا an old question. Okay تفضل ريم. هاي يعطيكم العافية وشكرا على التنظيم. سوري إنه فتت متأخر بس يمكن حكيتوا على الموضوع. بالنسبة لنحكي عن أكل حتى ولو أكل صحي. أنا آخر فترة بأكل أكل كتير صحي بس بأكله كتير. فكنوع من إنه تعبئة الوقت. كمان هذا مش صحي إنه الواحد يلاقي بدائل دائما تكون عن طريق الأكل. وأنا واعية وبحط هاي المسجز على البراد إنه الواحد أنا أكل أكل صحي إلي وللعيلة. فشو التكنيك الذهني اللي الواحد يقول أوكي أنا إسا بديش أكل مش رح أتسلى إذا بأكل. وأنا أبسست بشوكولهوليك فكتير بحب كمان الحلو. ففي إشي معين هو التكنيك هي to put a goal for yourself. حتى هدف بحياتك أنت بدك تحصل عليه وشو الأشياء اللي بدك تعمليها لتحصل على هذا الهدف. فما يكون في نوع من الـ إذا بدك الزهق اللي بوديك أنك تاكلي وما يكون في أنه أنا بس عم أقول لحالي أنه أنا هذا البيهيفير ما بدي أعمله بس أنه أنا ما بدي أعمله. لا بدي حط قدامي ليش شو السبب شو بصير إذا أنا عملته شو لازم أعمل بداله. يعني بتكون الأشياء دقيقة وبتشتغل مع حالك على هالأمور وإلا الباترن بكفي. وبعدين ما تنسوا أنه في شيء اسمه الهابت في شيء اسمه أنا تعودت على باترن معين وبكفي فيه. ما نهينا أنه الواحد يكسر هابت عنده إياها. مشان هيك I urge you أنه to come up with a new habit, a new routine. Try to put everything in front of you on a paper. Try to visualize things. وإذا وصلتوا لمرحلة ما عم تقدروا تعملوا هالشي لحالكم contact a therapist بيقدر يساعد بهذا الموضوع heavily. Few sessions, few consultations مع أول يساعده إذا أوقات الشخص بحاجة لحدا غير نفسه يساعده أوقات ومش غلط. Okay, so I think this is it. Thank you so much عن جد. يعني تدور الفيديو تبعي. Thank you so much مرة تانية. بتعرفي كنا من فترة عملنا مثل ويبينار حكينا فيه عن قديش ال first impression معقول تأثر أو الأحرى التقسيم الوجه بتأثر على first impression. كان ضروري نعمل هذا الويبينار معك تنحكي شوي أكثر إنه لا هي مش بس قصة يعني الفيس أو كيف الشخص بيشوف وجهه أو كيف العالم بيشوفونا. هي حتى كمان نفسيا كيف نحن لازم نتقبل حالنا وكيف نكون عم نساعد حالنا بغض النظر شو العالم عم بيطلعوا فينا أو العالم شو حطولنا هن مثل قواعد نحن بالنسبة للمجتمع لازم نمشي عليهم. True. Thank you so much. أكيد كتير استفدت. يعني أنا حاولت أوصل فكرة أساسية اليوم إنه our body image نحنا we can control it في مكان ما ونحنا عنا القدرة إنه نتطلع بحالنا بطريقة من منظار إذا أنا healthy أو مش healthy أكتر من إنه أنا منظار إذا أنا fit أو مش fit بهال standards اللي حطولنا إياهم المجتمع اللي هي معظمهم إذا you look at them عن جد مزبوط وبتسألوا كتير بتلاقوا إنه معظم الناس مش مقتنعة بهيدي الستاندرز ولكن بتفوت فيها لأنه عنا توندانس نحنا كبشر أنه نمشي نكون فولوورز سمتايمز لأمور بتصير حوالينا. يعني أنا كتير في أوقات رجال حوالي حتى أنه رفقة لإلي مش بس بالكلينيك وإذا سألته شو بتفضل مثلا بتفضل البنت اللي عندها ناتشورال بيوتي ولا بتفضل مثلا بلاستيك سيرجريز في ناس كتير بيجاوبوا أنه لا أنا بفضل الناتشورال بيوتي. يعني اليوم أنا مش ضد البلاستيك سيرجري وقتها بتكون بمحل وقت يكون عن جد الإنسان he needs it. بس اليوم نحنا بدنا شوي نعمل كنترول ونفهم إنه مش كل شيء بنسمعه على الميديا هو الصح. أوقات إذا بنعمل تست بالمجتمع بنلاقي إنه لا في كتير أمور نحنا misconceptions مفكرين فيها بس لا مش ضروري تكون هيدي هي standard عن جد. يعني اليوم بدنا نقتنع بحالنا وبدنا نعرف إنه we have to also be healthy. هيدي أهم من أي شيء له علاقة بالشكل. Thank you مرة تانية. ولهذا الويبينار رح يكون على اليوتيوب تشانل تبع Griffin Leadership. مرسي لكم.
Thank you, Maratan Elama. Thank you, thank you for your professionalism, great leadership, very professional, and very happy to experience with you and with all the participants. Thank you so much. Thank you. We'll leave now. Bye.